واش رانا قهوة ورانا يذلنا ونحكم عطانا ورانا فيكنا وحنا الاستقلال مازال ما ديناش والله ما دينا هذا هو رايحين نديو الاستقلال تشوف يد وحدة كاع كي القبائل كي العرب كي بني مزاب كي ولاد نايل الحمد لله رانا كاع يد وحدة واقفين مع بعضنا هادو هما رجال تاع الصح هادو هما الشبان تاع الصح هادو هما اللي بهم تستقل الجزائر تاع الصح ما يبلعطوناش بالاستقلال تاع 5 جويليه مازال ما استقلناش هذا وين راح نديو الاستقلال بقايا النظام المسجد راهي مازال في الدور راهي مازال في الدور وما يخلعنا حتى واحد نخرج نهضر نعيط ندير شعارات مستعد ان اموت شهيدا مستعد والله ما على بالي بواحد ارواح ارفدني ارواح سلمي المهم اقول كلمه حق اقول كلمه حق لتصل الى العالم كله والحمد لله كل شعار عنده معنى يا خوتي ماشي الانسان يضحك من اجل الضحك ما هو راضي الدور نقتلكم بالبرد نعم نقتلكم بالبرد هاي الورود البيضاء الورود البيضاء هي سلام لهذه الجزائر وربي ينصرنا ان شاء الله والحمد لله وان شاء الله كوكايين اللي تحكم بينا هاد السراقين حنا ما نقبلوهمش حنا واش راح نطلبوا منكم حنا طالبين منكم صوموا معاكم نعيدوا معاكم اروحوا عفونا يا كرهناكم يا ديكاش بمناسبه شهر رمضان الكريم العظيم نقول لهاد الناس كاع باللي المسيره مازال والحراك يقعد وكل نهار كاين 500 قازان تاع شربه هنا في لاري ديزلي 500 قازان تاع شربه لله في سبيل الله وصح رمضاننا كاع ان شاء الله ورانا قاعدين هنا في رمضان وما نخرجوش ورايحين نصوموا هنا وان شاء الله سيكون هذا رمضان هو اخر محطه لهؤلاء الاوغاد وشكرا في النهار في رمضان بربي ان شاء الله حتى اني راح تروح العصابه هذه بربي ان شاء الله ماناش حابسين كل يوم مسيره حتى تروح وماناش واش نطلبوا احنا ما نطلبوش يا أو يحيى ولا غرب بربي ان شاء الله تاكل احنا ما نطلبوش شرك في العداله احنا نطلبوا تروح العصابه قبل الامانه خلوها لنا جدادنا الشهداء تاعنا البلاد هذه اتتنا نحبوها بقلبنا ربونا الموالينا نحبوها يا لو كان بابسط الامور تحيه الجزائر وسمحوا لي اذا غلط السلام عليكم خويا Thank you.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.